وفات سيكولي والله ما لا تموت للإسلام ولا للعقل ولا للأخلاق بسيرة. المبذرون تحسيس للباب أنكم أنتم المبلغون وأحسن وسيلة للتبليغ من وسائل الإعلام بمختلف أنماطها وأصنافها لازم تأخذ هذا المنحة. عدد المناقب كاين 310، عدد الأعضاء التقليدية 68، عدد المنابع 116، طول شبكة المياه الشرب حوالي 5982 كيلومتر. بعد الشكر الذي قدمته أعلمكم بأن هذا اليوم الدراسي داخل في إطار السياسة التي ينتهجها قطاع الري في الحث والعمل على تجسيد العمل الميداني الهادف لتحسيس وتوعيه أفراد المجتمع بضرورة اقتصاد الماء. أرطأت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عن طريق وكالتها للحوض الهيدروغرافي الجزائر هدنة صومام إلى تنظيم هذا اليوم الإعلامي ليهدف الالتقاء مع الأئمة تاع ولاية بويرة، وما كانش يقدر يكون هذا الحدث بدون مساعدة أخي وزميلي السيد مدير الشؤون الدينية للولاية والسيد مدير الري للولاية. نظمنا هذا اليوم باش نكرس ثقافة العلاقة بين الفاعلين في المجتمع، وما نقدروش نديروا حاجة من هذا النوع، يعني ندعيو للناس للاستهلاك العقلاني والحفاظ على الماء من الناحية الكمية والنوعية بدون ما نطلبوا من ما نخدموا مع الأئمة. الأئمة هم المرشدين، هم رواد الرأي الصالح في المجتمع، هم اللي راهم دائما وأبدا مع الـ مع الـ مع المواطنين كبار وصغار. ولاحظنا بأنه تبذير الماء راه وصل إلى أبعد الحدود، ولهذا يجب أن نعمل جاهدين كلنا كل في موقعه لكي نحافظ على هذا المورد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم تنشيط هذا الندوة وهذا اليوم الدراسي اللي خاص بالمحافظة على نعمة الماء اللي نظمته مديرية الري والوكالتين بالتنسيق مع مديرية شؤون دينية والأوقاف. بطبيعة الحال تناول الكلمة كثير من الإطارات الوطنية وتكلموا على أهمية الماء والمحافظة عليها، وكذا الجهود اللي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل توفير هذا الماء. وكذلك تعرضنا لبعض السلوكات الاجتماعية السيئة اللي فيها ظاهرة التبذير لهذه المادة الحيوية. وبطبيعة الحال كل الكلمات كانت متوجهة للسادة الأئمة والمتكونين من أجل تبليغ وحمل هذه الرسالة من أجل المحافظة على الماء، أي المحافظة على الحياة.